الله الرحمن الرحيم. نفتتح اليوم العالمي لأمراض الروماتيزم في دولة الكويت الحبيبة. اليوم إن شاء الله راح يكون في مجموعة من الفعاليات راح تبتدي بهذه سلسلة المحاضرات. بعد المحاضرات هذه إن شاء الله راح يكون في محاضرات ثانية يلقيها عليكم نخبة من دكاترة الروماتيزم، وراح تكون للمرضى ولأهاليهم وذويهم وكل من عنده اهتمام في أمراض الروماتيزم. بعد الساعة 5:30 راح تكون مجموعة من ورش العمل، وراح يكون فيها ورشة عمل فيها أخصائيين علاج طبيعي، فيها أخصائيين تغذية، في أخصائيين صيدلة وأطباء، في ورشة سونار لفحص المفاصل، وفي فعاليات ثانية. في نفس الوقت راح يكون معرض أو بازار مشارك فيه أكثر من 30 شركة لعرض منتجاتهم، ومعظم الأونرز أطباء وطبيبات. أترك الميكروفون لأخوي الدكتور أحمد ثويني العنزي، رئيس رابطة الروماتيزم. Today and sharing the experience, our experience in rheumatology and with rheumatic patients as well. Which was a difficult period in Kuwait history. As you know, more than 700 wells, oil wells, were burning. Osteopenic, which is a borderline, you will get a T-score between -1 and -2.4. Such patient, you're going to categorize him for high risk of fracture to decide upon. I'd say it's not really a major factor, but especially except for those who really eat like meat every day in a large amount. If he like in a moderate amount, like a one or two meal of meat a day. Fractures, of course, diffuse idiopathic skeletal hyperosteosis. It's a very long name. It's a disease that we actually don't treat much. It's just there. And there's the non-specific back pain. Most first to make sure that he's having joint pain, not something else, not myalgia, not fever, not some other syndrome that cause like fibromyalgia. So oral ulcers, alopecia, and this is the really most troublesome side effect, especially for our female patients. Liver and bone marrow. By room temperature and laboratory technique. Being said that the ESR is not that specific, it's still considered to be part of diagnostic criteria for many rheumatologic diseases like rheumatoid arthritis. Patient with acute gout. So this graph taken from the Western countries, so usually they have the acute flare near the Christmas Eve or like the New Year Eve, where they have a lot of alcohol intake. So usually they will have... Talk with patients, yes, it's take time, but this will save time in the future. Save time for you to even go for the specific. I'm going to talk about physical examination from A to Z, but sometimes the patient talk, you go straight forward to the special test or special examination. رائع البلاتيني شركة روش، تفضلون على الستيج. We have three golden companies: شركة أبفي، شركة فايزر، وشركة نيوبريدج. راح نبتدي أبجدياً، فنرحب شركة أبفي الراعي الذهبي للإيفنت. شفتوها المشهد التمثيلي، المريضة قاعد تقول عندها يبوس الصبح، تروح تغسل يدها بماء حار، تاخذ لها على الاقل نص ساعة، ساعة على ما هذا الألم يختفي، آلام تكون في المفاصل الصغيرة، ممكن يكون في انتفاخات. أغلب أمراضنا أيضا تصيب أعضاء أخرى. وين المكان اللي يصاب بالالتهاب؟ اللي يصير أن الأجسام المضادة تحفز الخلايا المناعية والخلايا البيضاء أنها تروح وتهاجم هالجزء
من الجسم اللي الأدوية الحديثة. ننتقل حق الأدوية البيولوجية، ومثل ما تفضل دكتور ياسر قال الأدوية البيولوجية هذه عملت قفزة كبيرة في تاريخ الطب في العالم وبالذات تاريخ طب الروماتيزم. عندي أفضل أنا ما لها مضاعفات جانبية، هي بشكل أنا حاط هذا مثال فيها طبعا أكثر من منتج في السوق وأيضا في صيدليات وزارة الصحة بشكل عام. إذا سكر إيده وفتحها يظل صبعه واقف معلق، وبعدين يحاول يبطله بقوة ويشعر بألم شديد معه، وهذا طبعا نشوفها احنا من اكثر الامراض اللي تصيب الامراء. أنا دكتورة نور النباري ومثل ملتقى الطبيبات الكويتيات، واليوم إحنا محتفلين في اليوم العالمي للروماتيزم، وهذا اللي تمثله لجنة الروماتيزم بالكويت. وإحنا ملتقى الطبيبات نظمنا البازار الثالث اللي يجمع الأطباء من مختلف التخصصات، وهي فرصة إن إحنا نلتقي في بعض وإن إحنا نعبر عن مواهبنا اللي هي تكون غير طبية.